مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كاس أمم إفريقيا كوت 2023 عن الملاعب الستة التي ستستضيف مباريات المسابقة القارية، وأعلنت اللجنة المنظمة عن قائمة الملاعب الستة التي ستستضيف مباريات أمم إفريقيا، وهي ملاعب إبيمبي الأولمبية 60 ألف متفرج، وملعب فيليكس هوفويت بواني 40 ألف متفرج، وملعب السلام 40 ألف متفرج، وملعب ملعب كوروهوغو 20 ألف متفرج وملعب سان بيدرو 20 ألف متفرج وملعب ياموسكو 20 ألف متفرج ووفق تقرير للجنة المنظمة فإن 75% من اليد العاملة في ملاعب الكوديفورة التي ستحتضن العرس القارية تمثلها اليد العاملة المغربية حيث اعتمدت دولة الكوديفورة بشكل كبير على المغاربة من أجل الإعداد لكاس إفريقيا 2014 في بشكل جيد وتسهر اليد العاملة المغربية على مراقبة جودة العشب وصيانة الإضاءة وتجهيز الملاعب، ويذكر أن قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم كوت 2024، أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، وسيلعب المنتخب الوطني المغربي مباريات الدور الأول دور المجموعات بمدينة سان بيدرو الساحلية التي تبعد عن العاصمة الإيفوارية أبيجون بمسافة 300 كيلومتر. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.